من أهم القضايا اللي دايماً عاملة قلق وجدل في المجتمع هي قضايا الأسرة، وخصوصاً إن الطرفين بيكونوا زوج وزوجة وممكن يكون بينهم أطفال كمان، ومحاكم الأسرة بتنظر كل يوم آلاف القضايا بين نفقة وقايمة ورؤية وطاعة وطلاق وخلع، وكل الأطراف بتشوف إنها مظلومة أو ليها حقوق ما خدتهاش. النائبة أمل سلامة قدمت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق الشفهي ومسكن الزوجة المطلقة ونفقة العشرة وغيرها. مشروع القانون بيشمل تعديل عدد من المواد، منها مثلا فيما يخص رغبة الزوج في الزواج على زوجته، ينص التعديل أن في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة، وتستدعي المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز لها أن تطلب الطلاق منه مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم. وبخصوص الطلاق الشفوي، جاء التعديل على المطلق أن يوثق الطلاق لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة لإثبات إيقاع الطلاق البائن، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيق وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا أخفى الزوج الطلاق عن الزوجة فلا تترتب آثار من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى. أما بخصوص المسكن، تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وفي حالة الطلاق يستوجب على الزوج أن يوفر لها شقة سواء كانت الزوجة حاضنة أو غير حاضنة، وإذا تعذر ذلك تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون. كاميرا الحكاية نزلت الشارع عشان تشوف آراء الناس في مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية. لو كانت حاضنة ده إجباري وده معروف من زمان، أما غير حاضنة دي نشوف السنة بتقول إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في المطلقة ونعمل بيه. ممكن يعوضها بمبلغ، مش لازم شقة، هو بس يوفر لها سكن ويلتزم بأنه يبقى في نفقة وتعليم وحضانة. حق الزوجة أنها تعلن بأن الزوج طلقها، والمأذون نفسه بيعلنها، وفي حالة عدم الإعلان حتى هي بتحاول تروح الأحوال المدنية، تجيب من الأحوال المدنية قيد الأسرة فيبان فيها كل حاجة. في هنا ولي أمر للزوجة، أنت لما تيجي تطلق مراتك مش لازم أنت متجوزة ما اتجوزتها غيابي ولا اتجوزتها من ولي أمرها. تطويل المحاكم بيؤدي لمشاكل. في ناس كتير بتعاني من الموضوع ده، ان هي مبقاش معاها مصاريف، معهاش اصلا انها ترفع قضيه نفقه، فبتبقى غصب عنها انها بتتدين لحاجه زي كده انها ترفعها، ويا ريت سرعه تنفيذ القرار. التلاعبات كلها اللي بتحصل، واظن دي حصرها هيبقى سهل لان القصص كلها متشابهه. يخرجوا الاولاد من مدارس بتاعتهم، ينقلوهم لليفل اقل، لو انترناشونال تبقى ناشونال، لو ناشونال تبقى حكومه، ده جزء من التلاعب. العفش اللي بيتقفل عليه وبيتبدد وبيتبدل. طب هو ممكن ان انا اضمن حق الزوج في رؤيه اولاده اصلا بقى، يعني قبل ما نشوف حق الزوجه والاولاد، ما عندها كل النفقات وكل كل القوانين اصلا دلوقتي معاها وبتضمن لها حقها، انما فين اللي يضمن حق الزوج في رؤيه اولاده؟ هل منطقي ان انا اشوفه ساعتين ثلاثه في قلب مركز شباب؟ يعني معلش، بعد ما ابني وقاعد معايا 7-8 سنين 10 سنين اجي اشوفه ساعتين في الجنينه؟ اكيد مش هينفع. ده غير ان كمان المفروض ان في نصر ماضي على اتفاقيه في ضمن حقوق الطفل فيها ان هو يعمل استضافه من يومين لثلاثة أو الويك إند اللي هما خميس والجمعة والسبت. التعديلات الجديدة راعت مدة الزواج بالنسبة لقيمة النفقة المستحقة، وجاء نص القانون الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة عشرة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبحد أدنى 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق تم بعد 10 سنوات متصلة لا تقل عن 2000 جنيه، وإذا كان الطلاق تم بعد 15 سنة فأكثر متصلة لا تقل عن 2500 جنيه. وعلشان سرعة التقاضي، أضافت النائبة أمل سلامة جملة في نص القانون بتقول إن البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة يكون خلال 60 يوم.